السلام عليكم كبديرين، لاباس عليكم متابعين قناة أم مريم تعلم من المنزل. تنتمنى أنكم تشوفوا هذا الفيديو باش تستفيدوا منه إن شاء الله. تطبيق الدروس الغرزة الفرنسية وغرزة الدار، تنتمنى لكم فرجة ممتعة. Thank you.
نتمنى انكم تفهموا الدرس ان شاء الله. الدرس راه مفهوم يعني بطريقه سهله. يعني نخدم معكم غير thank you.
درنا السطر الاول غادي ندير السطر الثاني. نسبقوا واحد المسافة نفس النتيجة. هي اللي نقول لكم ما ترى زوين ما تجيش هنا ما تجيش ما تطمو ما تجيش هاي سكتو Thank you.